انا احمد عصام، محامي من المنصوره خاص بالجرائم الالكترونيه. انا جاي النهارده اتكلم عن كارثه كبيره جدا موجوده في مصر، وهي طريقه النصب على مواقع الالكترونيه. نتكلم النهارده عن موضوع عدد كتير جدا تواصل معايا ومبالغ مهوله مدفوعه. فانا بتكلم بالاخص عن موضوع اسمه انتر شوب. طب موضوع انتر شوب ده بيوصل لك ازاي؟ بيوصل لك ان هو بيجي لك عن طريق رساله عن طريق الواتساب. بعد ما بيجي لك رساله عن طريق الواتساب ان هو مدير شركه امازون، بيبقى ربحك اليومي من 1000 ل 3000. ده في نص الرساله وهنعرضها عليكم في الفيديو. بعد ما بتخش على الرساله بيدخلك على شات التليجرام من الرابط اللي موجود في الواتساب، دخلك على شات التليجرام وبتتعامل مع موظف من موظفين النصابين، بيدخلك على الموقع الالكتروني بيقول لك سجل فيه، والشركه هتديك 100 جنيه او 150 جنيه او 70 جنيه. لما بيديك ال 100 جنيه او ال 150 جنيه او ال 70 جنيه، هو من حقك كشخص ضحيه، من حقك ان انت تسحبه ومن حقك ان انت تشتغل بيه. فالناس كتير جدا، عشان احنا كمصريين ومعروفين، احنا بنسحب عشان نتاكد اذا كان فعلا نصب ولا مش نصب ولا كلام على الفاضي. طيب احنا دلوقتي جايين نتكلم ازاي طريقه بتتم طريقه النصب. ان هو اول حاجه بيدخلك في ليفل واحد. مثلا ليفل واحد دوت، مثلا انت لو دفعت ال 100 جنيه اللي هو اصلا مديها لك ان انت سحبتها من عن طريق رقم فودافون، بيجي لك رساله من فودافون كاش ان تم استلام 100 جنيه من رقم معلوم. انا بتكلم على رقم معلوم ليه؟ لان الرقم اللي جاي ده اكيد متسجل عند الشركه ومعروف مين صاحبه. فالشركه دلوقتي هي قدامي ان الشخص اللي بعت لي 100 جنيه ده هو شخص معلوم عندهم، وهم عارفين يحددوا مكانه. طيب احنا مش هنتكلم دلوقتي عن الشركه بتاعت فودافون، احنا هنتكلم دلوقتي عن الموقع ازاي بيتم طريقه النصب عليه. طريقه ان هو بعد ما بتسحب ال 100 جنيه بيقول لك اعاده شحن عشان تبدا تشتغل. فبتدخل مثلا 100 جنيه وتشتغل بيها، ال 100 جنيه دي ممكن تكسب بقى 1000 جنيه. بتخش عدد مهمات، عدد المهمات ده ممكن يوصل معاك في الاول بيدخلك في 3 4 5 مهمات، وبعد كده بيدخلك في الشريحه الثانيه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. طيب احنا خلصنا 3 4 مهمات، بيدفع مثلا فروقات عملات. يعني ايه فروقات عملات؟ ان انا بشتري حاجات من على امازون، تمام، بال 100 جنيه. انا قدامي حاجه مثلا 150، فبدفع ال 50 جنيه الفرق. بحولها ازاي؟ الشخص اللي بيبعت لي على التليجرام بيقول لي اضغط على كذا، بيدخلك على لينك، واللينك بيدخلك على صفحه بيظهر لك عليها رقم فودافون. فبتاخد رقم فودافون ده وبتضغط طبعا نجمه 9 نجمه 7 شباك، نجمه الرقم ونجمه الرصيد اللي انت بتحوله شباك تحوله. معنى كده ان الرصيد اللي انا حولته هيتسجل عندي على الصفحه الرسميه. طيب ايه هي الصفحه الرسميه دي؟ الصفحه الرسميه دي اللي عليها الرصيد بتاعك، اللي منها بتحول ومنها بتسحب. طيب خلصت عدد المهمات، من حقك ان انت تسحب. يجي لك بقى الموظف اللي شغال على التليجرام يقول لك انت من حقك ان انت تسحب الاموال اللي انت كسبتها وكده النهارده فل قوي. بمعنى انك لما تشتغل بكره بيديك فرصه ان انت تستريح. خلاص انت كسبت النهارده مثلا 1000 جنيه ولا 1500، ادي اول حاجه بتدوها لك. خش في الشريحه الثانيه تاني يوم مثلا، الناس عايزه تشتغل بقى، قالت لك انا كسبت بشتغل تاني. فلما اشتغل تاني ايه اللي بيحصل؟ بقوم رايح عامل اعاده شحن مثلا ب 200 او 300 جنيه. بيبدا يدخلك في عدد مهمات كبير جدا. عدد المهمات الكبيره جدا دي مثلا بيعدوا لك اول مهمه، ثاني مهمه، ثالث مهمه. لو هم خمس مهمات، نفترض ان هم خمس مهمات، بيعدوك ثلاث مهمات مثلا من غير ما تدفع فلوس، تحول لهم فلوس عشان تشتري الحاجه دي. طيب رابع مهمه وخامس مهمه، رابع مهمه وخامس مهمه، بيقول لك ان الحاجه يا يعني مثلا انا رصيدي 1000 جنيه على الموقع بتاعي عليه 1000 جنيه، فانا دلوقتي الحاجه اللي بشتريها ب 1500، في فرق كام؟ 500 جنيه. بيقوم هو باعت لك من نفس اللينك بتاع الصفحه بيبعت لك رقم فودافون يقول لك حول لي ال 500 جنيه دي. وتحول له المبلغ مظبوط؟ لا، ما ينفعش تحول له 510 ولا 520، المهم ان انت بتحول رقم مظبوط. 500 جنيه 500 جنيه، لو 505 بتحول له 505، تمام، دقيقين قوي جدا يعني. فتسحب الفلوس ديت من محفظتك وتحولها لهم عن طريق رقم معلوم. بعد ما بتحول الرصيد ده بيظهر لك على صفحتك الرسمية عندهم ان فعلا مبلغك زاد من 1000 ل 1500، ومن هنا بيبدأ بقى يدخلك في عملية النصب. ان انت النهارده كسبت 2000 جنيه منهم مثلا، تاني ليفل دخلك في 2000 جنيه، يخش تالت ليفل يقول لك هتبدا شرحتك المره الجايه من اول 500 جنيه ليك ان انت تحول لحد 30000 جنيه وتشتغل بيهم. طبعا الناس بتبدا واحده واحده، تمام، ده مش طمع، ده شغل. والناس بدل ما كانت تمشي في طريق، الناس لقت حاجه بتكسب من عن طريقها مره واثنين، هيخش في تالت ورابع. فهم بقى كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ان هم بيخلوا الناس يخشوا في عدد مهمات كبيره. بعد ما بيخشوا في عدد مهمات كبيره اللي هو انا 10 مهمات، اول خمس مهمات ما بدفعش فلوس، بعد خمس مهمات بنخش في شرائح عاليه بقى، تحويل مثلا 5000 10000 20000 ليك طبعا سحبه الايداع اليومي 30000. فهم دقيقين جدا برضو في الحته ديت، ان هم ما بيتعدوش ال 25000 ال 20000، عشان لان في ارقام تانية بتحول لهم على نفس الرقم. فكده كده في الاول وفي الاخر دي طريقه نصب، بس المصدر الاساسي اللي عند الثقه اللي عند الناس هو ان رقم اللي بيحولوا عليه ده رقم فودافون كاش. بمعنى ان عشان تعمل فودافون كاش دلوقتي لازم تخش اي فرع من فروع فودافون في مصر وتخش ببطاقتك، وقدام الموظف لازم يشوفك ويفتح لك المحفظه ويديك كود سري وبتمضي على العقد بتمشي. دلوقتي لما يكون انا منصوب عليا في 10000 جنيه بعتهم لشخص
رقم، مش هقول لك لرقم، انا بعتهم لشخص لان انا عارف ان ده شخص متسجل عند شركه فودافون. فانا بعتهم مثلا لفلان الفلاني، انا ما اعرفش مين هو فلان الفلاني، هروح لشركه فودافون لو سمحت انا اتحولت الرقم دوت واتنصب عليا وعايز اعرف. طبعا شركه فودافون تقول لك خد اجراء قانوني اللي هو اذن عشان نقدر نديك بيانات العملاء بتاعتنا، بيانات العملاء بتاعتكم، امال هم الناس دي وصلت لنا احنا ازاي؟ انا ما بتهمش برضو في الاول وفي الاخر شركه فودافون، انا بقول شركه شركات المحمول كلها هي اللي عندها بيانات الداتا بتاعت المعلومات بتاعت الشعب كله. فعشان كده انا بقول ان فودافون هي الشركه الوحيده الاخص دلوقتي، لان الموقع نفسه بيتعامل بارقام فودافون كلها، مفيش رقم تاني خاص بشركه تانية، كلها ارقام فودافون. فانا النهارده جاي اقول ان الناس كلها اللي اتنصب عليها، طبعا انا عدد كبير جدا كلمني وفي ناس كتير دفع مبالغ مهوله واثبتوا ذلك بمحاضر في ميدان العباسية كلية الشرطة القديمة، ناس ثبتت بحضرهم وناس خدوا إجراءات، بس طبعا محامين هم لسه ما راحوش لمحامين مختصين بالجرائم الإلكترونية. فأنا بتوجه وبقول إن لازم كل شخص عمل محضر يروح لمحامي مختص بالجرائم الإلكترونية، وبعد ما يروح للمحامي المختص بالجرائم الإلكترونية هو المحامي عارف هيعمل إيه وهياخد أنهي إجراء سليم قانوني اتجاه الموضوع ده. وطبعا إحنا واثقين في دور الحكومة المصرية وعارف إن الحكومة المصرية مش تسيب حق الناس ديت، لان الناس ديت دفعت اللي وراها واللي قدامها، ومنها اللي اتخرب بيوتها، ومنها اللي باع عربيته، ومن اللي استلف. طبعا في مشاكل كبيره جدا طبعا لا تعلم عنها، بس انا فعلا اتعرض عليا ناس كتير جدا تصعب على اي حد. فانا بتكلم ان انا لما اتكلم مع اي حد بقول له مادام انت في مصر حقك مش هيضيع، عمر ما حقك هيضيع وانت في مصر، لان في قانون بيحميك. والناس ديت مادام بتتعامل جوه مصر انا متاكد 100% ان الناس دي اصلا هتيجي الحكومه المصريه قادره ان هي تجيبه وقادره ان هي ترجع حقوق الناس. وانا النهارده اتكلم ان شاء الله المره الجايه عن فيديو جديد، بس النهارده جاي انوه واقول ان لو في حد لسه ما عملش محضر يروح يعمل محضر ويثبت حاله. طبعا تعمل محضر ازاي؟ هقول لك برضو ان انت هتروح مباحث الانترنت في المديريه الخاصه بالمحافظه بتاعتك وتعمل المحضر بتاعك، وبعد ما تعمل المحضر المحضر بيتصدق في الاسم وبيوصل طبعا للنيابه، ده شغل محامين. تبدا تتوجه للمحامي المخصص للجرائم ديت، وبعد كده ان شاء الله تتابع الموضوع وحقك يرجع. وانا تحت امركم في اي وقت وموجود في اي وقت تكلموني على رقم تليفوني اللي هيظهر عندكم وعلى رسائل الصفحه اللي هتظهر عندك، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم.